وصلت لعند اليوتيوبرز، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل أسامة اليوم بمجموعة من الاستوريات من صلاة العيد اللي جمعتهم مع العديد من المشاهير. أيضا أرسل الوراء قامت بنشر ستوري لزوجها غيت مروان هو عم يفطر وعم تعايد جمهورها بالعيد. أترككم مع استوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. كنا تمام، كل عام وانتم بخير. لا لا، كل عام العيد شباب، كل عام وانتم بخير يا شباب، كل عام وانتم بخير، يعطيكم العافية. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا جماعه، اجواء عيد من الان. عندنا المصورات اسلام يشتغل بالعيد مصوراتي. تعرف شو بيفرق؟ ايش بيفرق كل عيد العيد؟ تعرف شو بيفرق؟ شو بيفرق العيد اللي قبله 2014 الى 2015؟ هيك بس مثلا بلا معها واحده هيك فهد ديني. انا عايز اتصور معاهم. انا اصور يلا ازاي؟ قول لي اصور، اخدها من تحت الكوره.